السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خطيرة، بداية خطيرة جدا لاصحاب الارض على مرمى ليفر. ياتي بادريان حارس للمرمى، هذا جاك اوه لا، الحين لازم نقف وقفة. هذا المرور، هذا الأداء، بهذا الوصول، بهذه الكيفية، بل كبير على المصري محمد صلاح في هذه المرحلة. حتى الآن في ثلاث جولات ماضية، يعني الأمور أصبحنا نعلم قبل بداية المباراة أنه تعلم من ينتصر من كبير واللي خسر خمسة. كان في الجولة الأخيرة الفرصة مثلا للتسديد للتسجيل، لكن لدى تريزيجيه لاعب كبير بلا الله بلمسة على راسك يا مين، لا تعود هدفا ثانيا لروز باركلي. الكرة العالية تعود إلى فينالدوم، الله على فرصة الآن نابي كيتا جوتا الكرة لكن لا تصل، يتدخل لويز مصري، هذا فرعون آخر يلعب الكرة الأمام، والأمور هذه كلها مسألة وقت ويمضي بعيدا عن الكل ويغرد بعيدا عن كل السرب. هذا محمود، هذا تريزيجيه، هذا مصري، هذا فرق، يتدخل جارليش مع صلاح للنتيجة، لأنه عادل النتيجة ليفربول. فابينيو لألكساندر، ألكساندر بعرضية، هذا روبرتسون يلعب الكرة العالية، روبرتسون هو من سيعوض ماني، وهنا لدينا سومبيلا جوتا خطيرة، روبرتسون والتعادل. خليني أقول بالنسبة لليفربول كرة عالية أمامية تقس 146 كرة، هو روبرتسون هذه تقترب، بدأت تقترب، هذه عرضية ليفربول، هذا فيرمينيو، نعم فيرمينيو للتعادل، ولكن مارتينيز يتدخل. ثلث ساعة، أولي هيها الكرة الخطيرة لابيكيتا، وبعد ذلك الإبعاد الموجود. شوف الضغط ماذا يفعل بالفرق، ماذا يفعل بالمدافع، لو مرر تأخر، وين تأخر لكن تأخر على المصري، لكن لم يتأخر عن المرمى. نعم، ما الذي يحدث؟ بدأ الآن يدخل مرحلة الشك، وبدأنا الآن ندخل مرحلة أستون فيلا. ماذا يفعل أولي واتكنز؟ ماذا يفعل أولي؟ كرة تصل إلى جوتا. هذه المباراة هنا لدينا المحاولة، مارتينيز مع ليفربول أمامية ناحية صلاح، لكن أقول سيتعب روبرتسون، هذا أرنولد يسدد، تعمل جيتي أرنولد وصلاح فقط من يعود تيمور، هذا البرتغالي يحاول الكرة العالية عكسية لهذا الحكم في الجولة. كلما اقترب فريق أستون فيلا أمامية لجوتا، خلها يا جوتا لتستغل الفرص التي تلوح لا في الأفق يا باركلي، لكن لا زال متقدم. هذه الثالث نعم، لكن يفضل نابي كيتا ومحمد صلاح. يا كده ايضا لدينا أستون فيلا، غريبة عجيبة هذه المباراة لمن يتابع لدينا كرة قدم. هنا ما بين أستون فيلا وليفربول، يسجل لدينا أستون فيلا رغم انه اضاع الكثير والكثير من الفرص. فريها الاول وين؟ هذا كثير نعم، وتأمل يوم من الأيام أن ترى أكثر من ذلك. ودين سميث حتى اللحظة
ليفربول إن كان دفاعيا يعيش العارضة. روبرتسون يحاول لكن أيضا يحاول يسدد يضع الكرة لكنها أتت إلى روز باركلي. الاثنين حلوين ممتازين. الله أخيرا روز باركلي يسجل. نعم بعد محاولة أولى ثانية ثالثة. لوم ما تلوم أدريان. هذا صلاح هذا صلاح. الله ومن غيره ومن غيره ومن غيره ومن غيره هو أبو صلاح. بس هو اللي فيهم هو اللي فيهم. نعم هو من يسجل. اي 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 جارلس اي 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 دور على فابينيو. اي نعم 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 نعم. تبقى روبرتسون ويصبح كل دفاع ليفربول سجل في مرمى ليفربول. وين ما تطقها عوية وين ما تحطها غلط. للسباعية للسباعية جاك او ارحموا عزيز قومنا